فاللحظات هي دي تبقى باقية وخالدة في أذهان الناس، المواقف الإنسانية. أنت مش لعيب كورة بس، أنت لعيب كورة لازم تتحول من نموذج في مجال شغلك وهو مجال كرة رسالة. القدم لقدوة لصاحب رسالة. ومعلش السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، استوديو رياضي، انما مش احنا مش استوديو رياضي بس، يعني انا بيبقى عندي حرب على اخواتي وما سندهمش حتى بالكلمة، ابرأ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكلمة، ان كل واحد فينا يقف على الحساب على الصراط. ماذا قدمت للأمة؟ ربنا سبحانه وتعالى اداك اسم وشهرة وفلوس، عملت ايه؟ وزي ما ابويا كان ربنا يقول لي، لازم كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى اداها لك لازم تستعملها في رضاه، ودايما يقول لي كانت لازم تدعي استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا، وده الوجه خالص لوجه الله. سيبك من كلام الناس، سيبك الناس عايزة ايه، انت ارضي ربنا سبحانه وتعالى، ارضي ضميرك، لان اللي فوق مطلع على القلوب مش الناس مطلع على القلوب.